يقول: ما الفرق بين الأخذ بالحساب في توقيت الصلاة وعدم الأخذ به في الصيام؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فلا نخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم وناخذ بالحساب. أما توقيت الصلاة هذا يرى ويشاهد، تشوف الفجر إذا طلع، وتشوف الشمس إذا غربت، تشوف الشفق إذا غاب، أمور مشاهدة تمشي عليها، تدرك بالحساب وتعرف بالحساب. أما الصيام فإنه خاص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. معنى هذا أننا نعتمد على الهلال فقط، هذا المقصود.